بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم طلابي طالباتي الاعزاء. هنكمل الهيدروكربونز، واتفقنا اتكلمنا هنا في الفيديو السابق لازم تشوفوه كويس، وبعدين اتفقنا ان احنا هنتكلم عن ACN H2N plus 2. بيقولك ان الالكانات او الحاجات اللي هي سنجل بوند، الرابطة الاحادية اللي هي بتكون مشبعة او ساتوريتد، الالكانات روابطها احادية لازم تكون صيغتها CnH2n زائد 2 حفظ. طيب لازم نفهمها، يعني ايه CN؟ CN يعني لو الكربونات، مثلا نفترض ان ال N تساوي 1، لو كربونة واحدة يبقى ال H هنضرب 2 في N، ال 2 في N، N اتفقنا انها ايه 1، تمام، يبقى هنعوض عن كل N بواحد زائد 2. يبقى عشان نعرف كم عدد الهيدروجينات نعمل المعادلة دي، يبقى كربونة واحدة ثابتة H 2 في 1 ب2 زائد 2 يبقى كام؟ 2 زائد 2 4. يبقى كربونة، ممكن ما نكتبش الواحد لأنه مفهوم كربون، يبقى عدد، لما يكون كربونة واحدة لازم الهيدروجينات 4 اللي هو جزيء الميثان، تمام، يبقى كده حواليه 4 هيدروجينات. طب تعالوا ناخد مثال تاني، لو ال N بقى ب2، N equal to هتبقى يعني كربونتين، ال H تساوي ايه؟ نمشي على الصيغة العامة، 2 N هنا بكام؟ ب2، يبقى 2 في 2 زائد 2، محدش ينساها، تمام، يبقى المجموع، يبقى كربونتين، يبقى 2 في 2 ب4 زائد 2 6، يبقى لو كربونتين لازم الهيدروجينات تكون 6، تمام. يبقى ده جزيء الإيثان، اللي هو جزيء الإيثان ده HC2 H لازم يكون 6. طب لكن لو روابط مزدوجة اللي هي دي دبل بوند اسمها الكينات، مشهور بالالكينات، الاوليفينات نادرا ما حد بيقولها، الالكينات الصيغة بتاعتها شبه دي بس بدون البلس، يبقى CnH2n زي الايثين، يعني لو ال N ب2 كربونتين يبقى H تساوي ايه؟ 2 في 2، تمام، لان ال N ب2 يبقى ال H كام؟ 2 في 2 ب4 يبقى C2H4. نفس الكلام لو كربون 3 كربونات يبقى ال N بتساوي 3، نعوض هنا H2 في 3. بيجي السؤال دوت في الاختبارات كتير، بيقولك ايه هي الصيغة، الالكانات لازم تكتبيها كده حفظ، بيجيلك ده كده واضح تكتبيه، لازم يكون معاه بلس 2 او في المالتيبل تشويس في الاختيارات. هنا بدون بلس 2 التريبل بوند او الروابط الثلاثية الالكاينات، الكاينات فيها مد ماشي، وبالانجلش بيكون فيها حرف الواي، بتكون ماينس 2، الصيغة بتاعتها CnH2 في N ناقص 2. تعال نعمل مثال، يعني لو كربونتين هيكون كم عدد الهيدروجينات نحسبها من الصيغة دي؟ هو هيقولك لو الكاين هتبقى الصيغة الهيدروجينات كام؟ C2 ال H 2 في ال N، ال N بكام؟ ب2، لأن كربونتين، 2 في 2 ناقص 2، 2 في 2 ب4 ناقص 2 2، يبقى C2 لازم H2. فعلا لو رسمناها نلاحظ كده، لو كربونتين بينهم روابط ثلاثية لازم يكون معاهم H2 فقط، واحدة من هنا واحدة من هنا. مين الشطورين اللي يقولوا لي ليه؟ ممتازين، لأن الكربون حواليها 4 روابط فقط، كل كربونة معاها 4 روابط، هنا 3 بقى لها واحدة فقط، يبقى لازم H2 فقط. ممتاز، سهل جدا، تمام. هنا بقى الحلقية الغير مشبعة، عندنا مثال عليها البنزين اللي هو مشهور جدا C6H6، والنفثالين اللي هو اللي بيبقى حلقتين بنزين ماسكين في بعض، النفثالين المركب المشهور اللي بيوضع في الملابس لمنع ايه الحشرات ان هي تأكلها عند الاحتفاظ بها مدة طويلة. ممتاز. طيب بالمخطط هنا إعادة لكل ما سبق، الهيدروكربونات الألفاتية، إعادة للي فات بس إعادة الكلام، بيقولك الألفاتية عبارة عن سلاسل مستقيمة ستريت، أحيانا تكون متفرعة، يعني إما تكون مستقيمة أو متفرعة أو حلقية سايكليك، قد تكون مشبعة، نفس إعادة اللي أنا شرحته من قبل، أو قد تكون غير مشبعة، المشبعة قلنا إن هي ساتوريتد أو غير مشبعة أن ساتوريتد، كلمة أن يعني غير. اسم ألفاتية مشتق من الكلمة اليونانية ألفاز ومعناها الفات أو الدهون.
تمام. التشبع يقصد بيه زي ما قلت لك ان الروابط كده متشبعه، ما نقدرش نكسرها ونزود عليها، شبعانه من الهيدروجينات. ممتاز. يبقى الروابط تكون احاديه، يبقى المشبع دايما احادي. عدم التشبع معناه روابط دبل، ثنائيه او ثلاثيه لذره الكربون. اخر حاجه للاروماتيه اللي هو قلنا عطريه، لازم يكون فيها حلقه بنزين واحده او اكثر، يعني على الاقل، يعني اقل حاجه واحده بنزين، ممكن 2 3 الى اخره.